اكثر شيء من تشوف الاطفال الصغار يضحكون الابتسامه بحالكم، يعني بوجههم انت تفرح معاهم. بقينا يعني رحنا على تركيا 2014، بوقتها تعرفون الاحداث صارت، عمري 11 سنه كانت. تعلمت اللغه بست اشهر، اشتغلت بمطعم تعلمت اللغه، بعدين اكتشفت اكو سيرك، لعب سيرك. انا عجبني هذا الشغل المجال، قمت تدربت. اول ما تدربت اول ما حبيت من السيرك حبيت هاي اسمها ديابلو. كنت اتدرب باليوم يمكن 12 ساعه على مود اتعلمها. هاي ديابلو، هاي كلابس، هي لعبات اجنبيه من المانيا تجي. وهاي الطبف، وانت شفت هذني الرجلين اللي طوال، عصيان اللي طوال بالتركي يسموها تختبجة. من لعب الاولاد ونرقص معهم، يعني ارام سمسم غير لعب نلبسهن على مود. تعرف انت الاطفال يحبون الالوان، من الالوان نلبس الالوان الاطفال يفرحون حيل. ساكو ناس على السيرك، من تقولون سيرك يفكرون بس اكو يعني اسود حياية. هي السيرك اكو قسم منها، قسم حياية واسود وتعرف انت، اكو قسم سيرك ديابلو، طباب، بريك دانس، تنفيه يعني تفرح الاولاد وتفرح انت. يعني اكثر شيء من تشوف الاطفال الصغار يضحكون الابتسامة بحالكم، يعني بوجههم انت تفرح معاهم.